فتحت أبواب بهجة قلبي صفا روحي رحمة ربي بدون حساب أقبل قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفا روحي رحمة ربي بدون حساب. أهلا وسهلا بكم، رمضان مبارك سعيد، مرحبا بكم في القناة ديالي. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم زينة رمضان كيف ما طلبتوا مني في انستغرام انني نشاركها معكم، نعمل لكم فيديو في اليوتيوب. فقررت انني نعمل لكم الفيديو كيف ما كتشوفوا هنايا، عندي واحد القنية في الدار كنت عاملة فيه اللعاب ديال ليليا، زولتهم حيتاش كل عام كنعمل زينة رمضان في هذا القناة. هذا هذيك رمضان كريم اللي عندي ملصقه في الحيط، كانت عندي ديجا ملصقه في الحيط العام اللي فات، ودابا قلت غادي نزيد عليها الحاجات. كيف ما كتشوفوا هنايا شبرت واحد الكرتونه ورسمت فيها الهلال والنجمات وغادي وقطعته. دابا عندي هذه، كانت عندي كنت شريتها شحال هذه بشي 10 دراهم عند كليك اللي عندهم الزينات ديال لي زانيفيرسير وداكشي. صافي جبتها، طاحت لي فكره انني نعلق فيها بحال هاد التصاور هادو، خرجتهم كراتون، خرجتهم بحال كرتونات باش يخرج باش نقطعهم ويخرجوا لي بحال لي كارت بوستال بحال لي كارت. صافي دابا غادي نعلقهم، غادي نعمل فيهم تقيبات وغادي نعلقو في ديك الخيط اللي شفته. كيف ما قطعتهم دابا هيدا كيف ما كتشوفوا كيجي بحال لي كارت زوينين. جبرت فنيته وفيها الخيط وغادي نتقب تقيبات في ديك النجمات والهلال وديك الكراتون كاملين، وغادي نعلقو في ديك الحبل. دابا علقتهم في الحيط وقلت غادي نكمل داكشي كامل على الحيط باش نعرف راسي فين نعمل الحاجه، باش ماشي نعملها فوق الطاوله وملي نجي نعلقها ما تجينيش. هنايا واحد بابي ديال الالوان كانوا عندي عاوتاني حتى هما شحال هادي، حيت كنت كنصاوب بهم الورد الحيط وكان بقالي، فطاحت لي الفكره انني نعمل فيها واحد كالندري ديال رمضان. وغادي نرسم دابا هنايا المربعات اللي يجيو فيهم الارقام ديال النهوضه، وغادي نكتب هنايا اللي ما خلتنيش مره انا نكتب. هانتوما كيف ما كتشوفوا النتيجه، كتبت رمضان كريم، وهنايا غادي نكتب في ديك المربعات الارقام.
قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي. وصافي كيف ما كتشوفوا هنايا زينة ديال رمضان على قد الحال وفي نفس الوقت مزيونة وكتعطي واحد الوشرة للدار وكتزول الروتين بالدار وكتحس بأن رمضان كاين في الدار. وصافي كيف ما كتشوفوا كنتمنى يعجبكم الفيديو. هنا بعض لي اكسسوار كانوا عندي في الدار تاعهم زيتهم في ديك الطبيله وعملت ديك لا ليميير ديال اللي كتجي فيها الضوء كتشعل فيها نجيمه حتى هي. وصافي والقران والشجاده والشميعه حتى هي كتعطي واحد ديكور حتى هو مزيون كتلق في الريحه حتى هي فيها. وصافي هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو بزاف وتشاركوا في القناه ديالي وتعملوا لايك وشي كومونتير مزيون. وشكرا بزاف على المتابعه ورمضان مبارك سعيد. السلام عليكم. باي باي. رحمه ربي بدون حساب اقبل قمرك بعد غياب للجنه فتحت ابواب.